السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما شفتوا في العنوان، اغلب الكوارث الطبيعيه كنشوفوهم في شهر فبراير، اخرهم زلزال مرعب اللي في سوريا وتركيا اللي ماتوا فيه اكثر من 40,000. قبل ما نبداو في هذا الفيديو، غادي نشوفوا اشهر الزلازل اللي ضربوا العالم وماتوا فيه الالاف. اولا غادي نترحموا على الجميع اللي ماتوا في هذا الزلزال ديال تركيا وسوريا، الله يرحمهم. قبل ما يفتكر الانسان سلم ريشتر، هناك كوارث طبيعيه اختارت شهر فبراير وهو في لائحه الكوارث الطبيعيه على المستوى العالمي وكذلك المستوى الوطني، حيث ضرب زلزال القوة ديالو 5.3 درجة على سلم ريشتر مدينة المرج ليبيا ليلة الخميس 21 فبراير 1963. كي تعتبر من أعنف الكوارث الطبيعية اللي عرفتها ليبيا في تاريخها المعاصر. وفي 3 من فبراير 1965 وقع زلزال بجزر الرات بألاسكا، القوة ديالو 8.7 درجة، خلى وراه معان وآهات. وفي نفس الشهر كذلك سنة 1973 وقعت هزة أرضية في مدينة صينية تدعى سيتشوان، حولت المدينة إلى مدينة منكوبة وماتوا فيها 3000 قتيل. وكذلك في 27 فبراير 2010 تسبب زلزال بقوة 8.8 درجة في تشيلي في مقتل أكثر من 500 شخص ودمر المئات من المنازل والطرقات السريعة والجسور. والخطورة ديال هذا الزلزال أنه جمع تسونامي. بعد ما شفنا أن أغلب الزلازل اللي شفنا على المستوى العالمي كيكونوا في شهر فبراير، ودابا نرجعوا للمستوى الوطني يعني المغرب، حيث عرفت مدينة تطوان في نهاية يناير وبداية شهر فبراير 1909 واحد الزلزال دمر القرى بضواحي المدينة وخلف 100 ضحية بين قتيل وجريح، وتضاعف عدد القتلى حيث لقوهم في سفوح الجبال. ولكن الزلزال وهو اللي ضرب المغرب ليلة 29 فبراير 1960، في أقل من 15 ثانية تحولت مدينة أكادير إلى شبه مقبرة جماعية ماتوا فيها 12,000. وقبل ما يوقع هذا الزلزال عرفت المدينة هزات استباقية بمثابة إنذار طبيعي لذاك الشيء يوقع. علماء الزلازل قالوا باللي فاجعة أكادير ضمن أعنف الهزات اللي ضربوا العالم في القرن العشرين، شبيهة بزلزال تركيا وكذلك زلزال الأصنام بالجزائر. وما ننسوش أن بلادنا عرفت كذلك واحد من أعنف الزلازل اللي ضربت شمال المغرب يوم 24 فبراير 2004 وخلف خسائر بشرية ومادية وعمرانية كبيرة، وماتوا فيها 800 شخص ومئات الجرحى. هادو هما أشهر وأعنف الزلازل اللي دازوا في العالم. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على المتابعة والله يحفظنا ويحفظكم. تبارك الله عليكم.